أبو صلاح، عامل إيه؟ منور لندن، بلدنا الجميلة. والحمد لله على السلامة، ومبروك على الجوائز الكتير، جوائزك الشخصية اللي خدتها السنة دي. طب صلاح، تعمل إيه لو صحيت دلوقتي مرة واحدة واكتشفت إن أنت راكب مواصلات ورايح المقاولين عندك ماتش مع المحلة وكل ده كان حلم، هتعمل إيه؟ هعمل اللي أنا عملته تاني. هتعمله كله تاني؟ انت مش بتفكر تسيح الجولدن بوت دي وترجع مصر وخلاص وقضيت على كده؟ دي الوحيده اللي ما تعرفش بيها، الباقي كله ممكن تعمل، دي الوحيده اللي مش صحيح. عشان لونها حلو يعني؟ لونها حلو قوي، لونها حلو قوي وذهبي كده وبتاع. عايزها اصلا؟ انا استلفها منك اخرج بيها وارجعها. طب الجوايز دي بالنسبه لي حاجه، حسيت اصلا هي حاجه سبيشال يعني. انت عشان خاطر لازم كل ماتش وكل كل تحدي ليك جديد لازم تجيب جوال، وتعرف انت بتنافس اصلا مع لعيبه يعني كين كسبها اخر سنتين، وبعد كده اجويرو كان قبليه كسبها. فلا بتبقى اصعب كمان عشان انت بتلعب على المتطرف، مش رقم تسعه، مش سترايكر يعني. وبالمناسبه دي صحيح، هو رقم 10 دلوقتي فاضي بعد ما كوتينيو مش انت مش ناوي تدحلب كده؟ الدحلي بياخد رقم 10. ايوه على الشمال، جيبها لهم واحده واحده كده. مش عارف، انا حابب رقم 11 بصراحه، بس لسه ما فكرتش فيها. الجواز بتروح بيها ازاي اصلا؟ ما بتخافش تتسرق وانت في الطريق ولا هتتثبت ولا؟ لا ما بتبقاش انا مسيطر. صلاح، في انجاز انت عملته هنا يعني زيه زي الجولدن بوت وزيه زي الهداف، كل الحاجات اللي انت عملتها، ان انت بقيت بتسوق يمين عادي هنا؟ عادي ده عادي بقى صعب والله. لا لا مش عادي. اول شهرين ثلاثه على الرصيف على طول يعني، مش عارف اظبطها، بس بعد كده تمام يعني. هل بتحصل كتير انك تنزل من البيت تروح راكب جنب السواق؟ لا لا ما فيش الكلام ده، خلاص انت عارف يعني. بيطلب منك وانت نازل مصر طلبات كتير من اصحابك؟ تيشيرتات. هات لنا معاك بقى، مش عارف كل حاجه. مستغلالين جدا جدا يعني، فوق ما تتخيل. مين من اللعيبه بيطلب منك حاجه كتير؟ شناوي قاعد معايا في الاوضه على طول، بيطلب كل يوم. كهربا بيطلب كل ساعتين. طب اللعيبه في مصر ما بيقعدوش يقولوا لك شوف لنا صلاح، ما تشوف لنا حاجه عندك في انجلترا، ولا مش عايزين حد يقف جون؟ كلمنا الراجل عندك كده، مش عاجبني. لا لا ما بنزلش كده. بس مين توصل بيهم لكده عادي؟ عادي جدا. اه والله عادي جدا. مين اكتر لعيب بيضحكك في مصر؟ بس احنا في المنتخب يعني، المعسكر الاخير كنت انا وسعد وعمر وعبد الله وحجازي، عشان احنا قريبين من بعض اصلا يعني، انت اكيد تعرف لعيبه في المنتخب، فبيبقى الاحلى حلو قوي يعني. وسعد بيضحكني قوي بصراحه. سعد فظيع يا استاذ، دماغه اصلا مش معانا. اه والله. ومين اكتر واحد فيهم بيقعد ياخد سيلفيز وينزل؟ كهربا كهربا الحاجات دي قوي. كهربا فظيع في السيلفي. بتفكر تحلق شعرك ولا صعب الايام الجايه؟ ما بفكرش خالص. مش خالص، بس ما بفكرش كتير يعني في الموضوع ده. بتحط عليه صراحه، بتحط عليه ساعات، بحس اسيبه كده ساعات، بحط جل كده. يعني هو كده ايه كده طبيعي كده، لسع جل سيكا ساعات بسيطه خالص خالص. طب مين اكتر لعيب بره بيضحك يعني لعبت معاه مش مصري؟ مش مصري بره، هنا يعني في ليفربول او في روما. انا اعتقد ان الايطاليين، الايطاليين دمهم خفيف زي المصريين، بس انا ممكن اختار هيرنا شويه، عشان انا ولوفرين علاقتنا كويسه قوي ببعض يعني، بنقعد نضحك مع بعض طول الوقت. زي كنتوا الاثنين. احنا ما كنتوش على الكار بتاعي 21 سنه، كل سنه طيبين. حبيبي هتعملوا فيلم سوا؟ لا لا مش فكره. لا هو بيعمل فيلم فعلا مع لوفرين على الانستجرام كل شويه، كل يوم. اه والله استلقطه كل شويه وهو نايم ويصوره. انت ممكن تمثل لو جالك؟ انا جالي بصراحه، مش كذاب بس. اه والله بس في مصر ولا بره؟ لا في مصر. في مصر ليه؟ هيبقى اول ظهور معاكم ان شاء الله. تمضي دلوقتي؟ لا لا نمضي بعدين. لا والله بجد، لو كنتش طلعت لعيب كوره وطلعت ممثل كنت هتبقى ممثل ايه؟ اكشن ولا كوميدي؟ خايب ممثل، هبقى ممثل خايب، همثل ازاي بس؟ تسالني انا؟ اكشن. ممثل رياضي بقى تبقى ممثل. ادينا اكشن كده. نط من هنا؟ لا ادينا حاجه، ادينا رياكشن كده. خوف. خوف لا عايز خوف. هتشوف الاعلان بتاع اوبر ولا هتشوف الاكشن؟ طب والله اديني اديني رياكشن خوف. زعل. مش هينفع. ليه؟ خوف. عايز تخاف؟ تهديد. زعل. زعل. غير هو هو نفس الرياكشن، بس ان انت بتطلع لعيب كوره. طب انت اصلا لو ما كنتش طلعت لعيب كوره كان ممكن تبقى ايه؟ والله يعني 10 سنين مش شايف غير كده، ما فيش اي حاجه خالص، مش اي حاجه في دماغي، ما بعملش حاجه، بلعب كوره بس.
اسافر العب كوره ارجع انام، اسافر ارجع العب كوره ارجع أنام. بس فاصلا ما فيش وقت ان انا افكر ممكن اعمل ايه غير الكوره. بس كنت ببقى خايف ان انا ما اطلعش لعيب كوره بعد كده هتاخد الدمار. طب انت اهلك وانت صغير كانوا موافقين على الكوره ولا كانوا؟ والدي كان مشجعني جدا، والدتي كانت بتبقى خايفه شويه عشان بسافر كتير 4-5 ساعات، فهي دايما طب اقعد طب ذاكر طب. صح، انا في كومنتات كتير قوي اتكتبت على تويتر، ناس كتير قوي عايزه تسالك حاجات. حوالي كام يا هشام؟ كانوا 8 مليون و4. احنا جمعنا قريتهم، احنا جمعنا 20,000 حلوين قوي نسال فيهم دلوقتي. معلش في حاجه نشيلها معاك بس كده بعد اذنك. صلاح اسمع يا سيدي، ميدو اندرسكور عنده بيقول لك كنت عايز تجيب جول في مين ولسه ما جاش؟ مانشستر. مانشستر ماشي. احمد محمد 384 وامنيه يا احمد، ونادى ايهاب 24 بيقول لك مش ناوي تعمل لنا فولو بقى؟ يا صلاح انت ما لهمش فولو ليه؟ مكبر ليه على الناس يا صلاح؟ مش ممكن يعني. طيب سلمى اندرسكور مجدي 2000 بتقولي والنبي خلي مامتك تدعي لي، عندي امتحانات ثانويه عامه يا ريت تعدي على خير. ايه؟ وانا كل الناس بتبعت لي الدعوه دي. ده في اكونتات فيرفايد بتبعت لي تقول لي خلي مامتك تدعي لي. ايوه طبعا. والله؟ عشان دعوتها مستجابه طبعا ما شاء الله. طبعا. في محمود عبد الرحيم بيقول لك صلاح نفسي تعمل فيديو تقول لي فيه بحبك يا مودي بليز داعش. قول له بحبك يا مودي، معلش قول له بحبك يا مودي. بحبك يا مودي. في تسنيم 7691 بتقول لك يا ريت تكلمني خاص وانا هسألك سؤال واحد بس والإجابة مش هقولها لحد ما ممكن بس لسه عشان تسنيم دي باباها هينفخها بعد اللي قاعد. تكلمني خاص ايه؟ عندك سنة طيب؟ مش عارف. طيب. هي 7691 يعني مواليد 91 يعني هي غالبا 91 شهر 6 جوزاء يعني 7-6-91 مش صغيرة؟ انسى انسى جوزاء مش صغيرة زي انت جوزاء 6-91 انت الميزة الوحيدة في الجوزاء بصراحة. انت الحسنة الوحيدة اللي برج الجوزاء جابها. طيب مريم فايد بتقول لك قولي بحبك يا مريم. ثواني يلا بص في الكاميرا هنا وقول بحبك يا مريم. بحبك يا مريم. طيب في بقى كتير بيقولوا قول اسمي، يعني هم طموح بس قول اسمي. محمود 74 محمود 4 محمود 74 محمد 74 محمد 74 احمد خالد 41 كل ارقام احمد خالد كم؟ احمد خالد 41 احمد 41 مش فاكره. عمر اسلام 511 ده مطفي. عمر اسلام 511 ولولي بنت فادي ده واحد صاحبي. ده في علي ابن اختي. لا ده بنت بنتي فادي وعلي بنت بس. طيب في منار حسين 3 برضه اللي في بتقول لك مين قلب منار؟ مين قلب منار يا محمد؟ قول بقى. مين اللي مختار الاسئله دي؟ هم الناس كانت دماغك فعلا. لا بس مين اللي مختار الحاجات دي؟ عايز ايه؟ لا عبقري. في ياسمينه سلامه اندرسكور 11 بتقول لك هاي بس 11 كويس رقم 11 بتقول لك هاي بس يقول هاي وكده رضا هاي وكده بس خلاص بس كفايه كده. ايه اغرب حاجه الفانز عملوها لك مفاجاه كده؟ اغرب حاجه ممكن تيجي في بيبقى في البلد كتير، لان في البلد انا لما بنزل البلد بتنفخ. واحد مره جالي يصور وبعد كده صورته وبعد كده مشيت ومشي هو اللي انا قاعد في البيت، وبعد كده جه بعدها بساعتين جاب 7-8 صور ومشي بالليل على بقى ميكروباص واقف قدام الباب وبيخبط. فبفتح لقيتهم بينزلهم واحد واحد، فقلت له بتعمل ايه؟ قال عايزين يصوروا بس ويمشوا. فقلت له انت جاي تعمل ايه؟ قال انا جاي اصور، ويعني قلت لاولاد البلد عندي ان هم هيجوا يصوروا بكره كمان وهو مش من بلد عندنا. قال لي معلش ممكن تصور بس مع العربيه. مع العربيه؟ هو يبقى يركب فيها اي حد. الصوره يركب فيها اي حد وخلاص. مين اكتر معلق كوره بتحبه؟ ممكن مصري ولا مصري؟ مدحت شلبي الموالي كابتن مدحت. لا لا كابتن مدحت. الله الله ما كنتش بتحب محمود بكر؟ الله يرحمه. الله يرحمه فظيع يعني انا شايفه اقوى واحد. بيت الشاي وجاي. الله يرحمه. مين اكتر واحد فيهم قال عليك حاجه انت حاببها في المعلقين؟ لا بص التعليق اللي في بالي في دماغي لحد دلوقتي ماتش الكونغو بتاع كابتن مدحت وبتاع في حد تاني. ماتش الكونغو ده كان من قلبه قوي. يعني مصر كلها عيطت فيه. بس الكونغو تقريبا ده كان اكتر حاجه في دماغي. في لعيب نفسك يلعب جنبك في ليفربول؟ مصري ولا؟ لا اجنبي. لا انا بصراحه اللي معاهم دلوقتي انا مرتاح معاهم.
اول تشيكو مش هينفع هيقف جون مش هيعمل تشيكو جون مش هزعل يعني. لا مش هتعمل ايش تلعب مع اصحابك عادي جون وكده اخد لوفرين عشان لا احبه بس اجيب له قهوه ماشي صلاح في واحد دايما في العيله كده بيبقى معقد العيله كلها اللي هو شوف ابن خالك دخل هندسه ابن خالتك مش عارف ايه بتاع ابن خالتك عمل ايه بقى هو في الجرح اه بيتقال له ايه لا دلوقتي متبهدل صح دلوقتي البلد كلها متبهدله يعني البلد عندنا البلد اللي هي بلدي نجريب متبهدلين بقى كله بيلعب كوره كله خلاص كله خلاص بيلعب كوره العيال متبهدله لازم يطلع لعيب كوره والزي الرسمي هناك التيشيرت الزي الرسمي بالظبط كل التيشيرتات صالح ورا ولازم يلعب كوره لازم يطلع لعيب كوره ماشي الحاجات بتاعت خد محمد بقى في ليفربول لا وبعدين اللي بيجي يشرح لك بيجي يقول لك ده انت ما شفتوش هو بيلعب ده لا انا ما شفتوش لا فتحسسك ان هو يعني ده خلاص اسال اخويا يقول لي والله العظيم عمري ما شفته بيلعب كوره انا لازم استحمل عندك فرحه كده لما بتجيب جون بتطلع لسانك انت بتطلع لسانك لمين بقى ده امتى في الاول ولا دلوقتي دلوقتي خلاص بطلت كبرت بقى دلوقتي في دي صح. اه دي طلعت تلقائيه بصراحه ماتش مانشستر سيتي يعني ما كنتش مجهزها بس وثبتها ثبتها طيب احنا هنفرجك شويه صور كده سلويت مش باين منها حاجه الناس بتحبك يعني وانت حاول تعرف هما مين مين كده مين دي وحد عامل لك كده بيعمل لك كده كتير بيعمل كده كتير اه خمسه مو ايوه لا 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 بيلا دي شوف ايوه طبعا ده عبد الله في ده باسم الحاسم باسم الحاسم عرفت لا ده انت عرفت من بيت سبورت اللي وراه لا انا مش صعب صح ماشي مين باسم تاني بس في شهر 8 كل شهر جديد السؤال الاخير انت بتبخر البيت بعد الماتشات وكده انا مؤمن بالحسد بس مش لدرجه ان انا عايز ابخر بخاري تترقي لا لا كله بتاع ربنا قريب كده جابوا لك صور على الفيسبوك كده جايبين كل حاجه انت لابسها وماركتها وتمنها الناس دي بقى عايز اعرف الناس دي عايز ايه الناس ده مضروب يعني الحمد لله ان انت قاعد معانا لحد دلوقتي والله اه لا بشوف حاجات بصراحه بتموتني ضحك يعني بشوف حاجات بقى بيحسب لك في الثانيه في البتاع وبعدين بيضرب ارقام من دماغه بس انا ما بسجلش دماغي بصراحه على العموم صلاح يعني ربنا يحميك بجد وربنا يخليك وانت بتفرحنا وانت من اهم الحاجات اللي عايز اقول كلام جد وضميري مأنبني بس انت يعني انت قدوة للأطفال الصغيرين وللكبار بصراحة أنت يعني مثل أعلى لكل الناس وما تشوف لنا حاجة عندك بقى في برضه قول أي حاجة أنا عايز أقول لك بس أنا كنت مبسوط جدا أن أنا معاك النهاردة ده مش جد بقى مبسوط أن احنا تعشينا سوا امبارح برضه وأنا أنا اللي حسيت جدا صراحة عندنا طبعا حاولت انت حاولت بس صمم ما انا حاولت صمم ما حاولت ما تنساش ان انا مديك انا مره قابلكم صراحه ما تنساش ان انا مديك النضاره بتاعتي ماشي يا جماعه البس اوه فيري ستايلش لا انا مره قابلكم صراحه بس اتبسطت جدا والله ان انا بتكوت واحنا جدا شرف ان اتعرفت عليكم يعني تصبح على خير السلام عليكم يلا اتعشت انا عايز موبايلي بقى عشان اتصور مع صلاح لاف يو ايوه